اهلا بحضراتكم في تغطيه جديده من تلفزيون اليوم السابع. هنتابع فيها مع حضراتكم قصه مثيره جدا، معجزه بشريه، قصه رجل يعيش منذ 70 عاما داخل جهاز حديدي ضخم لا يخرج منه، يسمى الرئه الحديديه. إنسان غير عادي أجبر على المعيشة داخله لإصابته بشلل الأطفال، لكنه ضرب مثلا أسطوريا في التحدي والإرادة. بول البالغ من العمر 70 عاما قضى 64 عاما من عمره داخل جهاز التنفس الاصطناعي الغامض والمشار إليه باسم الرئة الحديدية، واللي بيعتبر سبب بقائه على قيد الحياة طوال تلك الفترة. بيأكل وبيشرب وهو داخل الرئة الحديدية. منذ عام 1952 أصيب بول في كامل جسمه بشلل الأطفال باستثناء رأسه وعينيه ولسانه، ومن يومها وهو بيعيش برئة حديدية تزن 300 كيلوغرام، ليبقى يتنفس حتى اليوم دون أن يستطيع مغادرتها، لأن شلل الأطفال اللي بيؤدي لارتخاء العضلات وضعفها يجبره منذ الصغر على استخدام جهاز الرئة الحديدية لمساعدته على التنفس. الرئة الحديدية مصطلح عامي بيستخدم لوصف جهاز التنفس الاصطناعي، وهو نوع من الأجهزة الطبية التي تساعد الأشخاص المشلولين على التنفس من خلال خفض وزيادة ضغط الهواء داخل خزان حديدي كبير. وجرى اقتراح الرئة الحديدية لأول مرة خلال القرن 17، وكان الجهاز وقتها في صيغته الأولى شبيها ببرميل أسطواني يسع المريض بشكل كامل، وحينما يدخل الشخص المريض إلى الجهاز يظل رأسه في الخارج. بالرغم من الحياة الصعبة اللي عاشها بول، إلا أنه خلال عام 2015 اكتشف هذا الرجل الأمريكي أن الأصعب لم يكن قد أتى بعد، لأن جهاز الرئة الحديدية بدأ في التلف، وهو في الأصل جهاز قديم تم إيقاف إنتاجه منذ عام 1960. لم يستسلم بول للظروف، بل لجأ إلى تسجيل فيديو قصير له ونشره عبر يوتيوب. قال فيه إنه قضى عمره معتمدا على جهاز الرئة الحديدية، والذي يحتاج لقطع غيار لم تعد تصنع منذ فترة طويلة، مطالبا أي شخص يعمل في تصليح الأجهزة بمحاولة إنقاذ الموقف. وده فعلا اللي حصل بعد ما وصل الفيديو بالصدفة لبرادي ريتشارد، وهو مدير لأحد المختبرات البيئية الكبرى، والذي تمكن من تصليح الجهاز بمعمله ليسترد بول فرص بقائه على قيد الحياة، ما يراه أشبه بالمعجزة، حيث لم يعثر الرجل طوال حياته على الشخص القادر على التعامل مع هذا الجهاز تماما من قبل. المدهش في الأمر أن بول لم يستسلم تماما على مدار حياته لأزمته الصحية، ومضى الملقب برجل الرئة الحديدية في حياته ليدرس القانون وينضم لنقابة المحامين، كما أنه بدأ بتأليف كتاب باستخدام فمه فقط. بول قال إنه رفض الانهزام أمام شلل الأطفال، مضيفا: لم يحبني الكثير من الناس في ذلك الوقت، وشعرت بعدم ارتياحهم بالتواجد حولي، كنت فقط بحاجة للقليل من المساعدة، وكنت أقرأ وأتعلم وأرسم، فقد كرهت الاكتفاء بمشاهدة التلفزيون. وفي رسالة لإلهام الآخرين يؤكد بول أن الإنسان قادر على فعل كل شيء بغض النظر عن خلفيته أو ماضيه أو حجم التحديات التي تواجهه. كده نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا الخاصة عن قصة بول المعجزة البشرية، اللي بيعيش منذ 70 عاما داخل الرئة الحديدية التي تزن 300 كيلوغرام دون أن يستطيع مغادرتها. أشكركم على طيب المتابعة، ونشوفكم دايما على خير.